خلال اجتماع طارئ، الرئيس الفلسطيني يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان على غزة. إسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة في ظل آراء متباينة في الشارع الإسرائيلي. وغضب عربي في نتسارت عليت عقب الإعلان عن نية تغيير اسم المدينة. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هدف القيادة الفلسطينية هو تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كما ودان بشدة العدوان الإجرامي على قطاع غزة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان. وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال ترأسه اجتماعا للجنة العليا المكلفة بمتابعة قرارات المجلس المركزي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله عن شكره لجميع الدول والأطراف التي استجابت وسعت كذلك مع القيادة الفلسطينية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة. وفي معرض حديثه عن الأوضاع في غزة، أكد أبو مازن بأن الطريق سالك لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة بما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية. اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام من أجل المصالحة بتنفيذ أمين ودقيق لاتفاق القاهرة الذي وقع في 12/10/2017 بشكل شمولي، وبما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية، وتستند إلى العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع.